10 صباحا السابعة بتوقيت غرينتش، موجز لأهم الأنباء يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس السيسي بمواصلة التركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة بالاهتمام بالتعليم بعناصره كافة وخاصة العنصر البشري، وإيلاءه الأهمية التي تليق به باعتباره أساس بناء الشخصية وتكوين الإنسان. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومدير الأكاديمية العسكرية المصرية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة التعليم في مصر بمختلف محاورها الرئيسية، خاصة ما يتعلق بمحور المعلمين. وجه الرئيس السيسي بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص. وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجه الرئيس السيسي باستمرار العمل الجاري لتحديث استراتيجية الجهاز ودعم عملية التحول الرقمي به وتحقيق الشمول المالي والاعتماد على الاقتصاد الأخضر بما يتكمل مع جهود الدولة لتطوير الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول عرض الأنشطة التي يقوم بها الجهاز لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمختلف القطاعات التنموية. انطلقت اليوم تدريبات عسكرية مشتركة كبيرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في إطار تعزيز الدفاع المشترك ضد التهديدات العسكرية المحتملة من كوريا الشمالية. وتشمل التدريبات سيناريو مهام حرب شاملة وتستمر حتى 31 من أغسطس الجاري. وقال مسؤول بهيئة الأركان المشتركة إنه من المقرر إجراء نحو 30 تدريبا ميدانيا للحليفين بمشاركة قوات الفضاء الأمريكية، بالإضافة إلى أفراد الجيش والقوات البحرية والجوية وقوات مشاه البحرية التابعة للحلفاء. يقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن بزيارة هاواي اليوم الاثنين لتفقد الضرر الناجم عن حرائق الغابات المدمرة والتي اجتاحت منتجع لاهاينا. وذكر البيت الأبيض في بيان أن الرئيس بايدن سيلتقي مع أعضاء أولى فرق الاستجابة التي توجهت للمكان، بالإضافة إلى الناجين من الحرائق إلى جانب مسؤولين محليين واتحاديين. وتستغرق إعادة الإعمار وقتا طويلا، فيما تقدر تكلفتها بحوالي 5 مليارات و520 مليون دولار وفقا للسلطات الفيدرالية. اجتاح الإعصار هيلاري عدة مدن في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مع سقوط غزير للأمطار، وحثت السلطات المواطنين على اتخاذ الاحتياطات اللازمة والإخلاء إذا طلب منهم القيام بذلك. هذا وضرب زلزال بلغت شدته 5.1 درجة جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية شعر به معظم سكان المنطقة، واستبعد المركز الأمريكي حدوث تسونامي جراء الزلزال. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة.